احتفلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة مساء يوم السبت 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية باحتفالية كبرى بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، وذلك بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع عدد من الهيئات وقصور الثقافة. يمكن في عين شمس أول مرة نعمل هذا الاحتفال، لكن الوعد لمجتمع عين شمس الداخلي والمجتمع المحيط والبلد كلها إن جامعة عين شمس هتاخد على كاهلها هذه المهمة، وكل عام إن شاء الله في نفس التاريخ ده هنحتفل احتفالية يمكن أكبر. يعني كانت أول مرة نحتفل بهذه الطريقة. عملنا فعاليات كثيرة جدا في النثر وفي الرواية العربية وحتى في الموسيقى العربية، سواء كانت الكورال أو الإنشاد الديني أو خلافه. اللغة العربية طبعا هي دي لغة الأم، هي دي بنعبر بيها عن نفسنا في الحزن والفرح، هي دي جذورنا، هي ده المنطق بيقول إحنا لازم نهتم بيها. في ضرورة أيضا بتخلينا لازم نهتم أكتر، وهو إن هناك بعض قطاعات المجتمع المصري عدم الاهتمام أو تجنيب اللغة العربية. بيتمثل هذا بيجي نسمي ابني أو أجي أسمي الشركة بتاعتي أو المحل، بقى فيه اهتمام إن أنا أسمي بالاسم الأجنبي مش بالأسماء العربية. شهدت الاحتفالية التي أقيمت على مدار اليوم عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي اهتمت بإبراز جمال لغتنا العربية. اللغة العربية في العصر الحديث حققت مكاسب كبيرة جدا، هي خامس أكثر اللغات تحدثا حول العالم، هي إحدى اللغات الست في الأمم المتحدة مع الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية، وهم أصحاب المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فضلا عن الإسبانية، وهو موقع لم تحظى به لغات أخرى كثيرة مثل الألمانية مثلا. تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى أقدم اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد عن 400 مليون نسمة من سكان العالم. ويأتي موضوع احتفال هذا العام تحت عنوان اللغة العربية والتواصل الحضاري، ويعتبر بمثابة نداء للتأكيد مجددا على الدور الهام الذي تؤديها اللغة العربية وضرورة الحفاظ عليها. كامل يوسف، سي تي في.